قهوة شباب، يعطيكم العافية. اليوم رح اشرح عن طريقة تركيب الإيقاع. أول شغلة نفوت على الريكورد، إديت إذا بدنا نزيد على الإيقاع اللي عنا إيه مفتوح. نحن إيقاعات ميوزيك جير كلها مسكرة، لازم نعمله نكبس على نيو تنعمل إيقاع جديد. فتحنا سيشن جديدة تركب إيقاع مؤلف من درامز، بيركاشن، بيز، أكومبانيمنت 1 2 3 4 5. اللي بدنا نعمله خطوة تانية، مننقي شو بدنا درامز، إن كان من الشركة عندها فاكتوري ليجاسي والجي ام، وأكيد يوزر إذا نحن كنا منزلين درام كيت في عنا 1 و 2. بتنفترض نقينا من الكتات تبع الشركة درامز، نجرب. اوكي، افتراضا عجبتنا. هون عنا قدي كم مجر بدنا اياها، يعني كم مزيور بدنا اياها تبع الايقاع. رح نعمل واحد طبعا نطول كتير، والسرعة قدي بدنا اياها. بيرجع عنا ريزوليوشن، يعني الكوانتايز تبع الايقاع. في عنا كذا اختيار، اكيد اذا دوبل كروش، يعني عم نحكي يعني نحن عم نركب هيك، ونمشي ونمشي المترونوم شباب. نكبس على الشيفت وعلى 8، شيفت 8 بيمشي. اوكي، هلا مشيت، هي صارت اون على طول، نكبسها ونركب. اوكي، مزيور وحدة نحن. اذا غلطنا بدنا ما بدنا نمحي كل شيء سجلناه، فينا نعمل على السهم من هون اندو، نقله يس، نرجع نسجل مرة تانية مزيور وحدة. فينا نكمل تسجيل بدون ما نوقف، بس عم بشرح لكم شوي شوي. بدنا نزيد، فينا نزيد كونغا، من بعدها ننقي بيركشن عربي، اكيد مش غربي. بروح على اللوكال تبع ميوزيك جير، عربي كيت تنفترض، اكيد عنا كذا درام كيت، في منهم مسكرين، كل شيء محطوط النجوم عليها بتكون مسكرة، اللي مش محطوط عليها بتكون مفتوحة. تنفترض الساني كيت، اوكي بنوطيها. اخر شيء بنعمل ميكس، اوكي اخذت واحد لحالها، ننتبه هون عليها، نرجع بنعليها تنسمع. انا عم برش بهيدي، اوكي اذا بدرش هيك بدرش، يعني بدي احطها هون تريبل كروش، يعني هيدي هيك فيني رش. انا ساعتها بعمل اندو، برجع سجلها، اوكي فيها غلط كمان، بعمل اندو برجع بسجلها. برجع بعملها دوبل كروش، افتراضا بدي محي هيدي بس، ما بدي محي كل شيء. فيني اعمل بكبس ستارت، برجع بروح على ديليت نوت، سوري بروح على ديليت نوت، بكبس ستارت بروح على ديليت نوت، ضلني كبس على النوت اللي بدي محيها. هيك بكون محيطة هيدي، برجع بكمل اكيد. فيني عليه قد ما بدي وخففه قد ما بدي كفوليوم لكل واحد. اكيد فيني غير هون الميكسر تيونينج من برا الفوليوم، فيني فوت منيو element track control، فيني عندي expression هون لكل track بتركه،
يعني هيدا التراك تبع العربي، فيني قوي فيني خففه فيني قوي. ومن هون انا بالريكورد، هيدي ميزة جديدة عملتها كورك، انه فيك تفوتوا كمان على المنيو ميكسر تيونينج في حال كنت تعدلوا على الاي كيو، اما البانينج اما الاف اكس اذا بدكم ريفيرب. فتنا على الاي كيو فينا نفتح الطبلة والرق ونزيد لهم بيس مثلا، ودغري بتمشوا فيكم تسمعوها دغري انتو بالريكورد. خلصت منها اكسيت طلعت لبرا، برجع بيجي على البيز، بنقل البيز اللي بدي اياه من هون، اما من ليجاسي اما حيال مطرح من لوكال، في بيزات كمان فيني على البيز، بعمل اوكتاف اكيد بنقي ريكورد لانس واحد. في حال بدي اعمل مع بيتش سلايد بلس 12 كمان فيني اعملها جوات الايقاع منيو ميكسر تيونينج، تيونينج هيدي البيتش باند رينج، اوكي بعليها لل 12 صفي. واذا حبيت انا اعلي اللانس تبع الايقاع، المجر تبع الايقاع، فيني اعليه هلا لو انا سجلت هونيك واحد، الواحد بضل مسجل، فيني اعمله اربعه لانه انا بدي العب بيز بغير طريقه مثلا، فيني اعمله كوانتايز، فيني اعمله بدون كوانتايز. فيني نقي دي اكس بيانو، حيلا شي فينا نزيد عليه. فيني بس انا سجل المزورتين، هي بتاخد الاربع، هي بتكمل لي. اوكي برجع بزيد عليه جيتار ما الى هنالك. هيك نكون انا سيفت الايقاع. فينا نحط كراش اول شيء ونزيد هون اللانس تما تضلها تعمل كراش على طول ست شيء. اكيد فيني نزيد زقفة. اكيد في عنا variation 1 2 3 4، عنا اربع variation، عنا الانترو 1 2 count in، بيرجع عنا الفل ان 1 2 3، بيرجع بريك، بيرجع عنا variations 5 و 6 من الاندينج 1 والاندينج 2 والاندينج 3 هي هون موجودة. اوكي وكل variation فينا نعملها اللي بدنا اياه، بدنا اياها 3 على 4، فينا نروح على variation 2 ونعملها 3 على 4، فينا نعمل بدني 1 على 4، 6 على 4، في كل المجر تبع كل الايقاعات. اوكي خلصنا الايقاع، بنجي نحن لهون بنقول له رايت ستايل، اكيد بنقي مطرح فاضي، اللوكل كله مليان فاكتوري، بنروح على اليوزر، اليوزر في عندي هلا. اوكي اعتبرنا هون على اليوزر بيس 6، بنبص عليه اكزيت، بنسمي الايقاع اللي بدنا اياه كلير سايدي. اوكي يس نرجع نطلع، صار ايقاع برا فينا نجربه على الفاريشن 1 عملناه. المترونوم بضل يطلع، نكبس مترونوم و8. فينا هون الماكس جلا، هيك نكون عملنا إيقاع.
هلا بقلب الايقاع عندنا اكيد الاف اكس ماستر اف اكس الايفكت، يعني عندنا الاف اكس اي هو للايقاع، نحن بنلاقيين ريفر فينا نزيده للريفر اكيد من هون ونعدل عليه كمان، نفتح هاي نخفف بيز طما يدوج، وفينا ننقي اف اكس تاني نحن بننقي حتى نحطه على الجيتار اما دي اكس بيانو مثلا، فينا نحطه كوريوس اما شيء اما ديلي حسب شو نحن مثلا ستيريو فيسر مثلا هون. نرجع بنروح على المنيو ميكسر تيونينج، اكيد اذا كان هالصفحه تبع الاصوات هالصفحه تبع الايقاعات، الاف اكس 2 بيكون على الاف اكس ساند هون، نحن مستعملين هون دي اكس بيانو، نفتح اف اكس للصوت للبيانو فينا نسمعه شيفت لحاله شيفت ونكبس عليه بيعمل ميوت لكل ايقاع بسمعك بسمعكم السولو لحاله، فينا نفتح له صار فيزر ستيريو فيزر اللي نحن لقينا فينا نقوم نخففه ونزبطه كمان بذات الوقت، فينا نفوت ميكس تيونينج اي كيو ونفتحه اما نغمه اما نزيد له بيز نخفف بيز، نرجع نفتح الايقاع كله شيفت ونكبس عليه اكيد فينا نزيد اكيو للكيك، فينا نزيد مثل ما علمتكم اول شيء، فينا للدرامز كمان هيك بيكون عندنا صار ايقاع كامل متكامل. اوكي ميرسي لكم ونشوفكم بغير فيديو النهارده.